التشابتر هذا. الموضوع الرئيسي للوحدة الثانية اللي هي عملية التهيئة والتثبيت للأوبريتنج سيستم، لنظام التشغيل اللي بكون موجود باللي هو الديفايسز تبعت الشبكات. ف الهدف من الوحدة هاي أول شيء راح يكون في عندنا شرح للـ iOS software اللي هو الـ operating system تبع الـ Cisco devices، الأجهزة تبع الـ Cisco اللي مستخدمة في الشبكات. رايحين أيضا نشرح شو الهدف من استخدام اللي هو الـ iOS. أيضا رايحين نشرح كيفية الدخول وإلى اللي هو السيسكو اي او اس ديفايسز، وشلون نسوي عملية اللي هي الكونفيجريشن، وشو الهدف من إعادة الكونفيجريشن لهذه الأجهزة. أيضا رايحين نتعرف على المودات المختلفة للاي او اس، وكيف ندخل على كل مود من هذه المودات في كل أداة أو في كل جهاز من أجهزة السيسكو، حتى تتم عملية اللي هي التهيئة للكونفيجريشن. لابد انه نكون ملمين بالأوامر اللي احنا بدنا نستخدمها بعد ما احنا ندخل للي هو الديفايسز هاي، شلون بدنا نحط الأوامر والتعليمات تاي، شو اللغة اللي بنستخدمها مشان كتابة الأوامر والتعليمات تاي. طبعا الطريقه سهله جدا، ما فيهاش صديق الصعوبه، والاوامر بسيطه مش زي اللغات البرمجه الثانيه، لا هي كلمات بندخلها على الاوبريتنج سيستم، بنسوي له عمليه التهيئه سواء من خلال اللي هو الرساله الترحيبيه، او من خلال تغيير الباسورد، او من خلال تغيير اللي هو اسم الجهاز نفسه اللي احنا داخلين عليه، يعني سواء كان الراوتر او سواء كان اللي هو السويتش. اذا رايحين نتعرف على اللي هو الانيشال كونفيجريشن للديفايسز هذول تبع السيسكو ديفايسز. رايحين نسوي عمليه اللي هي كونفيجريشن للهوست نيم باستخدام اللي هي الكوماند لاين انترفيس السي ال اي. وايضا رايحين اللي هو نشوف شو الليمت للاكسس بكل مرحله من المراحل او بكل مود من المودات اللي موجوده عندنا. واخيرا اللي هو عمليه حفظ الاعدادات والتهيئه اللي احنا سويناها او التغييرات اللي احنا سويناها. الادرس سكيمز اللي هو للاي بي ادريسز اللي سولفنا لكم عنهن، قلنا في عندنا نوعين من الاي بي ادريسز احنا مستخدمين مبدئيا، بعدنا احنا ما جيناش عليهم بالتفصيل، رايحين نيجي عليهم بالتفصيل ان شاء الله. لكن احنا قلنا انه في عندنا تو فيرجن، اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. رايحين نشوف ايضا انه كيف الاجهزه بتتخاطب مع بعضها البعض. كيف الأجهزة بتتخاطب مع بعضها البعض؟ في حدا عنده أي سؤال شباب؟ واضح دكتور، واضح دكتور. طيب رايحين نشوف شلون رايحين إن كل الديفايسز من الديفايسز الموجودة عندنا أو كل بورت لكل جهاز رايحين نثبت عليه الاي بي ادرس تبعه، ونتأكد اللي هي من الاتصال أو الكونكتيفيتي ما بين الأجهزة المكونة للشبكة البسيطة اللي رايحين نشتغل عليها. الـ iOS Bootmap Camp. إذن صار في عندنا فكرة رئيسية الآن إنه كل جهاز موجود عندنا داخل الشبكة لازم يكون في له operating system، لازم يكون في له نظام تشغيل.
الآن حكينا أنه الأجهزة المكونة للشبكة أنواع مختلفة. في عندنا من البي سي لللابتوب للتابلت للسمارت فون، هذول بنسميهم إحنا قلنا الان ديفايسز زائد السيرفرات. في عندنا لكل جهاز من هذول الأجهزة الان ديفايسز حتى يشتغل عادي زي الكمبيوتر اللي أنت بتستخدمه لازم يكون في operating system، صح؟ نظام تشغيل. إذا أنظمة التشغيل اللي موجودة عندنا بالان ديفايسز بتكون هي عبارة عن نستخدم الويندوز أو الماك أو اللينكس، هذول بنستخدمهن للبي سي واللابتوب أو السمارت فون أو التابلت أو البدا. الآن في عندنا الهواتف اللي احنا بنستخدمها، بنستخدم في عندنا الاي او اس والاندرويد للسمارت فون والتابلتس اللي احنا بنستخدمها، بينما بنستخدم الويندوز والماك واللينكس لمين؟ للبي سي او اللابتوب. اذا مشينا خطوه لقدام بنستخدم مع السمارت فون او مع التابلتس تبعتنا بنستخدم اللي هو الابل او اي او اس او الاندرويد. الآن بالنسبة للسيسكو ديفايسز، شو الأوبريتنج سيستم اللي بده يكون موجود عندنا وكيف إحنا بدنا نسوي له عملية البوتينج والكونفيجريشن؟ هذا هو الهدف الرئيسي من هاي الوحدة تبعتنا. إحنا بنسولف عن السيسكو آي أو إس للنتورك ديفايسز زي السويتش والراوتر الوايرلس أكسس بوينت والفايروول. و المحاضرة اللي فاتت أعطيناكو أكثر من جهاز نستخدمه. مين كان حاضر المحاضرة اللي فاتت يعد لنا إياهن شو إن الأجهزة اللي أخذنا أنا المحاضرة اللي فاتت؟ أنا دكتور. تفضل. أخذنا أول شيء أول جهاز الـ NIC اللي قلنا كنت قطعة موجودة داخل الكمبيوتر الفيزيائية. اللي بيستخدم الـ RG45 الوسط. وأخذنا الهاب برضو اللي بيعمل على الطبقة الأولى. ويعمل على ربط أكثر من جهاز مع بعضها لتبادل المعلومات. والجهاز الثالث اللي هو البريدج اللي هو يعمل على طبقة داتا لينك ويعمل على تقسيم الداتا إلى جزئين منفصلين. وآخر شيء السويتش. طيب إذا هاي هي المقصود بها الأجهزة اللي سولفنا عنها صاحبنا، هي الأجهزة الانترميديري ديفايسز. إحنا الآن بدنا نسولف عن اللي هو الأوبريتنج سيستم لهاي الديفايسز. الآن بيجي عندنا الأوبريتنج سيستم شيل، يعني الشيل الرئيسي ليه اللي هو بيكون من خلال الكوماند line interface اللي هي CLI او من خلال الجرافيكال يوزر انترفيس اللي هي GUI. السي اول حرف من كلمه command والال اول حرف من كلمه line والاي اول حرف من كلمه interface. إذا تعني اللي هي الكوماند لاين انترفيس، يعني واجهة الأوامر اللي إحنا بنكتبها كتابة. في عندنا طريقة ثانية إذا ما بدناش ندخل إحنا اللي هو أوامر، بإمكاننا نستخدم الجي يو آي اللي هي الواجهة الرسومية، واجهة رسومية سميها الجرافيكال يوزر انترفيس جي UI. هذولا بيخلينا انه اليوزر يقدر يتفاعل مع اللي هو البرنامج الايميليشن اللي هو برنامج المحاكاة مشان احنا ندخل على السويتش او على الراوتر. ليش؟ لأنه إذا بتشوفوا السويتش أو الراوتر، لد على الراوتر اللي موجود عندك بالبيت الآن، ما فيش ليه اللي هو شاشة، شاشة ما فيش ليه شاشة. إذا حتى إحنا نقدر ندخل على السويتش أو الراوتر رايحين نستخدم أداة، والأداة هاي بتكون مربوطة ببرنامج بنسميه برنامج محاكاة. برنامج المحاكاة من خلاله
يا بنستخدم اللي هي الواجهة الرسومية أو بنستخدم اللي هي الكوماند لاين انترفيس. الثنتين بأدن إلى نفس الغرض، إنه إحنا بنقدر نتعامل أو نتحاكى مع اللي هو السويتش أو الراوتر أو الوايرلس أكسس بوينت. الجزئية الثانية مباشرة اللي هي الكيرنل، والكيرنل اللي هو الـ operating system kernel communicate directly مع الـ hardware and manage how hardware resources are used to meet software requirements. إذن صار في عندنا أول شيء واجهة، سواء كانت الـ CLI أو الـ GUI. بعدين في عندنا الـ kernel اللي هو بتفاهم أو بتخاطب مع الهاردوير اللي موجودة عندنا بالجهاز اللي قاعدين احنا بنشتغل عليه، وأخيراً الهاردوير itself اللي هي الأجزاء الفيزيائية الملموسة اللي هو الديفايسز، اللي هو الديفايسز. إذن الهدف من استخدام الأوبريتنج سيستم اللي هو من خلال استخدام الـ GUI Graphical User Interface بتسوي لنا عملية إنه use a mouse to make selection and run program عادي، بما إنه في عندنا Graphical User Interface واجهة رسومية، زي ما أنا قاعد بستخدم الماوس الآن وبحركه، إذن إحنا بنستخدم الماوس في التخاطب مع الواجهة الرسومية. ايضا بصير في عندنا اللي هو ادخال تكست، والتكست تاي من خلال التكست احنا بامكاننا ندخل كوماند اللي هي الاوامر. لما يكون عندنا ادخال لهاي الاوامر، اذا احنا بنصير قاعدين بنتخاطب مع الجهاز من خلال الجرافيكال يوزر انترفيس، من خلال الماوس، ومن خلال اللي هو التكست بيس كوماند، الاوامر اللي احنا بدنا ندخلها. الأوامر اللي رايحين ندخلها ورايحين نشوفه هي عبارة عن أوامر بسيطة جدا سهلة بتهيئنا أو بتعيد تهيئة اللي هو الراوتر أو السويتش أو الأكسس بوينت. إذا رايح يكون نستخدم اللي هو CLI للسيسكو iOS سويتش والراوتر اللي هي مشان نستخدم من خلال اللي هو الكيبورد to run CLI based network program، وأيضا الكيبورد مشان نسوي عملية إدخال للأوامر تبعتنا. الآن في عندنا أكثر من فيرجن بالنسبة للسيسكو iOS. في عندنا الـ iOS اللي هي للسويتشز والراوترز والأذر ديفايسز للسيسكو ديفايسز، وفي عندنا iOS خاص جاهز لبعض الديفايسز بنستخدمه ثابت مع بعض الديفايسز. إذن في عندنا two operating system، واحد بنستخدمه مع كل السويتشات والراوترات والأكسس بوينت تبعات السيسكو، وواحد بنستخدمه خصيصا لبعض الأجهزة اللي موجودة داخل الشبكة. وهذا بقول ليه استخدام خاص، لما يستخدم operating system خاص معناته بده يكون ليه استخدام خاص. الآن حتى إحنا ندخل على السويتش أو على الراوتر، حتى ندخل على السويتش أو على اللي هو الراوتر، الآن all devices come with اللي هو default iOS، يعني من الشركة المصنعة زي ما إحنا شايفين عندنا هون بكون في عندنا operating system جاهز على كل device من الديفايسات تاي، يعني على كل جهاز من الأجهزة، الراوتر، السويتش، الأكسس بوينت، البريدج إلى آخره، بيجي عندنا operating system جاهز. وأيضا إذا إجا فاضي بإمكاننا إحنا الديفولت iOS إحنا بإمكاننا ننزله على الجهاز اللي هو السويتش أو الراوتر من خلال الموقع الرئيسي للسيسكو اللي هو cisco.com، وبننزل
احنا الاي او اس المناسبه للجهاز تبعنا. التركيز عندنا بالمنهاج تبعنا اللي رايحين ناخذه بالفصل هذا هو يتعامل مع الاوبريتنج سيستم الاصدار رقم 15.x وليس اي اصدار ثاني. رايحين نشوف بعض الاصدارات الثانيه ونفرق بيناتهم وبنعرف احنا نشتغل بالفصل هذا بالماده هاي فقط على الاوبريتنج سيستم الاصدار 15.x. طيب الان حتى احنا ندخل على اللي هو الديفايسز هاي اللي هي السويتش او الراوتر، في عندنا اكثر من طريقه. الطريقه الاولى اللي هو يعني احنا الان ندخل على الاوبريتنج سيستم بلغه اوضح، بدنا ندخل على الاوبريتنج سيستم. في عندنا أكثر من طريقة. الطريقة الأولى اللي باستخدام الكونسول بورت، والكونسول بورت هو عبارة عن مدخل موجود على السويتش أو الراوتر. بإمكاننا إحنا اللي هو RG45 اللي أخذناه المحاضرة اللي فاتت الذي بتذكر، قلنا من خلال البورت هذا إحنا بنوصل سلك خارجي، هذا السلك بيكون موصول بكمبيوتر، ومن خلال السلك لما ندخل احنا على الراوتر او على السويتش بامكاننا احنا نسوي له اعادة تهيئة. في عندنا الطريقة الثانية اللي هي السكيور شيل، وبنختصرها بالاس اس اتش، وهاي ان باند ميثود مشان احنا ريموتلي and securely establishing CLI session over network. اذا احنا ريموتلي يعني معناتها عن بعد، وسكيورلي معناتها امن. اذا احنا بامكاننا من خلال استخدام السكيور شيل اللي هي الاس اس اتش انه احنا ندخل على الاوبريتنج سيستم داخل اي جهاز من عن بعد وبطريقة آمنة، عن بعد وبطريقة آمنة. طبعا هون راح يكون في عندنا اللي هي اليوزر اوثنتيكيشن واستخدام الباسورد، واللي هي الكوماند اللي احنا بنوديها راح يصير لها عملية التشفير اللي هي بنحول الأوامر من لغة بفهمها الإنسان للغة بفهمها فقط الكمبيوتر. إذن إحنا التشفير هو عبارة عن تحويل اللغة اللي بنكتب بها الأوامر من لغة بفهمها الإنسان إلى لغة بفهمها الكمبيوتر. طبعا الهدف من العملية هاي إنه إحنا زيادة بالأمن في كتابة الأوامر. لما إحنا بدنا نسوي عملية الأوثنتيكيشن، لما احنا بدنا نغير الباسورد الى اخره. الطريقه الثالثه اللي هي التلنت، والتلنت ايضا هي انباند انترفيس ريموتلي استابليشينج اللي هي السي ال اي سجن. اذا بصير في عندنا اللي هو تاسيس للسي ال اي عن بعد من خلال اللي هي فيرتشوال انترفيس. فيرتشوال يعني وهمية، virtual interface يعني واجهة وهمية من خلال شبكة الانترنت اللي احنا بدنا نشتغل عليها. ورايح يكون في عندنا اللي هو ادخال لليوزر authentication، الباسورد والكوماند اللي بيتم ارسالهن من خلال الشبكة وعن طريق عن بعد. في عندنا طريقة رابعة قديمة كنا نستخدمها اللي هي الـ AUX port، هاي قديمة ومن خلالها بنسوي عملية establishing للـ CLI سجل ريموتلي عن بعد. ولكن من خلال ايش احنا بنستخدمها؟ من خلال اللي هي التليفون dial-up connection وباستخدام المودم. طبعا احنا الان كان في عندنا قبل شبكة التليفون لحالها على الانترنت بتأخذ خط لحالها، بينما حاليا صار عندنا جميع الخدمات بنسميها الكونفيرجنس
صار كل جميع الخدمات من خلال شبكة الإنترنت بنستخدمها بدون ما نستخدم إحنا التليفون ديال أب. للي بتذكروا أو للي لحقوا، كان إذا بدك تشبك على سلك التليفون إنترنت لازم أنت تفصل اللي هو خط التليفون، ببطل تستقبل وترسل تلفونات، بصير بس تستقبل الإنترنت. إذا بدك تستقبل تلفونات بدك تفصله عن الكمبيوتر وبصير بيستقبل وبرسل اللي هو التلفونات. إذن الأكسس ميثود المقصود بها الطرق اللي إحنا من خلالها بندخل على السويتش أو الراوتر أو أي سيسكو ديفايسز من خلال طرق مختلفة، من خلال الكونسول بورت، إنه يكون في عندنا سلك مربوط ما بين الجهاز اللي أنت بدك تسوي له الإعدادات وما بين جهاز الكمبيوتر تبعك، هاي اللي نسميها على الأوت أوف باند. الإن باند اللي هي الطريقة عن بعد، يا بنستخدم اللي هي سي ال اس اس اتش أو بنستخدم التلنت، والطريقة القديمة كنا نستخدم اللي هي الاي يو اكس. هاي التيرمينال ايميليوشن بروجرام اللي احنا بنستخدمها، هاي هي عبارة عن برامج المحاكاة، يعني لما انت تحط السلك الكونسول مع السويتش او الراوتر بيظهر لك، او لازم يكون في عندك على جهاز الكمبيوتر اللي هو برنامج مخاطبة. يعني شلون بدك تتخاطب انت والديفايسز هاي اللي هي السويتش؟ تقدر تتخاطب مع السويتش من خلال برنامج اللي هو محاكاة. في عندنا عدة انواع من برامج المحاكاة، في عندنا اللي هو البي يو تي تي واي، وفي عندنا تيرا تيرم، وفي عندنا سكيور سي ار تي، وفي عندنا الاو اس اكس تيرمينال. اللي بالصورة موجودات عندنا هون لاحظوا هي عبارة عن واجهة رسومية بتقدر انت تتعامل مع السويتش او الراوتر من خلال الواجهة الرسومية هاي، انه انت بتدخل الاوامر عندك على اللي هو هاي الايميليوشن. في الرسم الثانية اللي هي التيرا تيرم، برضو نفس الاشي، هي واجهة رسومية من خلالها بتقدر انت تدخل الاوامر تبعتك على السويتش او على الراوتر. السيسكو اي او اس مودم اوبريشن، في عندنا عدة مودات ندخل لهم احنا بشكل هيراركي. الهيراركي يعني اللي هو النموذج الهرمي، بتبدأ من القاعدة الواسعة وبتنتهي باللي هي نهاية الهيراركي اللي هو الهرم، بكون أكثر تخصصا وأكثر دقة، والناس اللي مسموح لهم أن تدخل على قمة الهرم في عملية الإعدادات للسويتش أو الراوتر بتكون فقط لناس معينين. إذن التنظيم لحتى تدخل على الكونفيجريشن تبعت السيسكو ديفايسز بيكون التنظيم هو عبارة عن مودات بشكل هرمي. في عندنا أول مود اللي هو اليوزر إكسك مود، وهذا المود بيسمح اللي هو لعدد محدود من البيسك مونيتورينج كوماندز، وهذولا بنسميه المود هذا بنسميه فيو اللي مود، يعني مود فقط للمشاهدة. الآن باي ديفولت مصنعيا بكونش في عندنا اللي هو الاوثنتيكيشن، التحقق من الشخص اللي بده يدخل للإكسك مود. إذن الكوماند مود في عندنا الإكس اليوزر إكسك مود، الوصف ليه اللي هو مود allow access to only a limited number of basic monitoring commands، وأيضا هي referred to as نقول لها اللي هي view only مود، نستخدمها بالسويتش أو بالراوتر. ورايحين إحنا إن
المحاضرة الجاية رايحين نرجع على اللاب، نأخذ شوية من اللاب وبعدين مشان نأخذ الباكت تريسر نأخذ فكرة عنه، وبعدين رايحين ندخل على الباكت تريسر ونسوي عملية تهيئة لوحدة من الديفايسز. في عندنا المود الثاني، المود الثاني اللي هو البريفليج اكسك مود. هذا البريفليج اكسك مود بسمح للي هي عملية تنفيذ كونفيجريشن وإدارة من خلال استخدام أوامر معينة. وهذا احنا بنسوي بنرجع له او بنرجعيه له من خلال اللي هو الانيبل مود. ليش؟ لانه هي بدها عمليه انيبل، يعني انه تقدر تسمح لها انها تدخل بتدخل الاوامر تبعتنا. برضو الاكسك مود هذا البريفليج اكسك مود ما مش بحاجه لاوثنتيكيشن مشان عمليه الدخول للي هي الاكسك مود، لكن إيه؟ لكن إيش هذا في أكثر اللي هي أمن. الconfiguration command mode اللي هو primary configuration mode اللي هو called global configuration or simply global config. إذن هذا في عندنا ثلاث مودات صرنا حاتين عنه لغاية الآن. المود الأول اسمه اللي هو اليوزر اكسك مود، المود الثاني البريفليج اكسك مود، والمود الثالث اللي هو الجلوبال كونفيجريشن او جلوبال كونفيج. الجلوبال كونفيج هذا يوز ذا كونفيجريشن تيرمينال كوماند مشان عمليه الدخول للسويتش او الراوتر او السيسكو ديفايسز، وبيسوي لنا عمليه اللي هي تغييرات للاعدادات تبعت الديفايسز، هاي تغييرات اللي هو الاعدادات تبعت الديفايسز هاي. في عندنا داخلي اللي هو المود هذا، في عندنا سب مودز احنا بامكاننا ندخل عليهم، بنسميها المود الاولاني بنسميه الانترفيس مود، والمود الثاني بنسميه اللي هو اللاين مود. الانترفيس مود هذا بنستخدمه مشان تهيئه النتورك انترفيس، واللاين مود بنستخدمه مشان اللي هو الكونسول والاو اكس والتلنت والاس اس اتش اكسس. المحاضره الجايه ان شاء الله بعد ما ناخذ شويه عن الباكيت تريسر رايحين نتابع من عند النافيجيشن بتوين اي او اس مودز، يعني